بكم ونكمل مع جولة على أبرز الأخبار السعودية، وحنبدأها بخبر حمل عنوان الصم يتكلمون ويسمعون في آيفون نادر. وفي التفاصيل، نجح الطالب نادر فهد عبد الله خشيم والذي يبلغ من العمر 17 عاما في ابتكار تطبيق جديد للجهاز آيفون يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم التواصل مع الآخرين بلا وسيط. وحصل الطالب على المرتبة الرابعة في مسابقة الأولمبياد الوطنية التي نظمتها موهبة مؤخرا. البرنامج هو عبارة عن طريقة تواصل فائقة الجودة وحديثة تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم من التواصل من غير المصابين، وذلك عن طريق الكلمات والصورة والصوت وعن طريقة العمل. قال إنه تم خزن نحو 1500 كلمة في الجهاز وهي قابلة للزيادة وتمثلها صور ولغة إشارة تسهل التخاطب بين الطرفين. ويستطيع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة التواصل بالصوت عن طريق ضغط زر الصور أو كلمات الإشارة، فتترجم داخل الجهاز إلى كلمات مسموعة لكل المحيطين. احنا طبعا بنهنئ يعني المخترع الرائع نادر خشيم على هذه المبادرة الرائعة منه على هذا الاختراع. ما شاء الله كل يوم بنسمع عن اسماء السعوديين والسعوديات مخترعين ومبتكرين، ويهمنا كمان انه هؤلاء يعني هذه الاختراعات تكون دائما تصل بشكل اكبر، الاعلام يسلط الضوء عليها، تصل للخارج كمان خارج حدود السعودية، ويكون في تقدير لهؤلاء اللي بيشاركوا في نجاح المجتمع وتطوره بشكل أفضل. الخبر الثاني جاء من صحيفة سبق وحمل عنوان أعضاء متوفي دماغيا تسهم في إنقاذ مريضين بالدمام. نجحت لجنة الشفاعة الحسنة التابعة لجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية إيثار بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في الحصول على موافقة ذوي متبرع متوفي دماغيا لنقل أعضائه لشخصين في حاجة ماسة للزراعة، مما أسهم في إنقاذ حياتهما بعد عناية الله، حيث تمت الاستفادة من أعضائه في إنقاذ حياة شخصين تم نقل كليتين إليهما. يعني مشاهدينا، التبرع بالأعضاء هو شيء مهم جدا وشيء إنساني، في كثير من الأشخاص يحتاجوا هذا التبرع، وهذا التبرع يعني يعطيهم الحياة بعد الله يعني. فثقافة التبرع بالأعضاء عندنا تحتاج دائما توعية أكثر ووعي أكثر بهذا الموضوع. مهم كمان أنه المدارس يكون لها دور في هذه التوعية، مهم أنه رجال الدين كمان، مهم أنه خطب الجمعة، الأهل، دائما المجتمع يكون بكل الطرق، وسائل الإعلام كمان لها دور مهم جدا في التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وقد إيش أنقذت ناس في العالم وفي السعودية كمان. والله يجزاهم خير الأشخاص، في كثير أشخاص بيكتبوا وصية قبل ما يتوفوا أنه لو توفوا أعضاءهم بيتبرعوا فيها لغيرهم، وأتمنى هذه الثقافة توصل بشكل أكبر للمجتمع عندنا. مشاهدينا، إحنا حناخد فاصل الآن ثم نعود حناخد تقرير حنطلع عليه على معلومات مهمة عن السعودية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود الاحتفال السنوي العاشر لإبصار. هنتعرف على مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا تراهم كثيرا من حولك ولكنهم يعيشون بيننا في كل مكان. فقدوا أبصارهم نعم، ولكنهم لم يفقدوا بصيرتهم في الحياة. هذه المرة كان الاحتفاء بهم من جدة من خلال جمعية إبصار، وهي الجمعية التي أنشأت خصيصا من أجلهم قبل ما يقارب العشر سنوات. كان شرف لي أني أوكل من الوالد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير طلال عبد العزيز أني أحضر الحفل، خاصة بعد 10 سنين. فحكومة خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين يقومون دائما بالجمعيات والبوادر الريادية. بالنسبة للدعم اللي تقدم الجمعية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، متمثل أولا في برامج مكافحة العمل ممكن تفاديه، وهي تحمل قيمة العمليات الجراحية للأمراض العيون اللي تؤدي للعمى،
والمصابين بها غير قادرين على تحمل نفقاتها. رعى الحفل صاحب السمو الملك الأمير خالد بن طلال آل سعود، وتضمن حملة موسعة للتعريف بالجمعية وأنشطة بين شرائح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي، وجذب الداعمين لتنمية موارد مالية تغطي تكاليف انطلاق مشروع قرية إبصار. وجود هذه المشاركات من القطاع الخاص، من الحكومة، من رجال أعمال، هذا بلا شك حيقلل، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن يقلل كذلك الواحد يجب أن يبذل الأسباب. فمشاريعهم الآن تحدثنا فيها، وإن شاء الله أن نرى ليس فقط الله يسلمك الموضوع العاقة البصرية، أي إعاقة الله يبتلي، ولكن يقول ابذل السبب وثم توقع الله بالنتيجة. طبعا احنا حفل اساسا استعراض ابصار من اول ما بدات وانجازاتها وكيف كانت وكيف، هذا حسب ما شفته في الحفل. فبعد كده اكيد ان شاء الله بايادي المداعمين والمساعدين لابصار عندنا مشروع قريه ابصار اللي هي طبعا ان شاء الله هتطلع للنور. برنامجها كبير ومحتاج لمساعدات ومحتاج لأيادي يعني قوية حتى نقدر نقوم بهذه القرية. هي القرية فكرتها بسيطة، هي مصنع يعمل فيه 50% ما يعملوا فيه مكفوفي البصر، لأنه دائما الناس بيقولوا مكفوفي البصر يعملوا، فهذا يؤكد أنهم يعملوا ويساهموا ويصيروا طاقة إنتاجية. من هذا المنطلق يجعل هذول الناس يستطيعون يخلقوا عمل ويتوسعوا في أعمال أخرى، لأنه الصعوبة للآن مو صعوبة أنهم يعملوا، صعوبة أن نقلع رجال الأعمال ونساء الأعمال بين هذول الناس قادرين يعملوا زي الناس العاديين. يذكر أن جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية هي أول جمعية سعودية تتخصص في تأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية وتنفيذ برامج مكافحة العمى، وهي الأولى على المستوى العالم العربي التي تعنى بخدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، ولها العديد من الإسهامات المحلية والإقليمية في هذا المجال، وأسسها صاحب السمو الملك الأمير طلال بن عبد العزيز لبرنامج سيدتي بشائر نجار جدة. يعني مشاهدينا الله يعطيهم العافية، يعني زي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز على دعمه لهذه النوع من المبادرات ومن هذه الجمعيات المهمة. اليوم كانت معنا صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة كمان، يعني هذه الأمور يعني بتدعم وبتوعي أكثر المجتمع بأهمية مراعاة كل شرائح المجتمع، مراعاة الأفكار الإيجابية في المجتمع. طبعا مشاهدين احنا قبل ما ننتقل الى التقرير كان معنا، كنا بنتكلم عن خبر التبرع بالاعضاء، ومعنا الان للتعليق على الخبر بنرحب معنا عبر الهاتف بالدكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعه الاعضاء. مساء الخير دكتور. مساء الخير، مرحبا، اهلا فيك دكتور. حابين نعرف دور الجمعيات فيما يتعلق بموضوع التبرع بالاعضاء والتوعيه باهميه التبرع بالاعضاء. الحقيقة الحمد لله أن المملكة فيها الخيرين كثيرين. نعم. في من أكثر الجمعيات دعما للمركز السعودي ونشاطه من أجل التبرع بالأعضاء هي جمعية كلانا، جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الكلى، بحكم التخصص وأنها ترعى هذه الفئة من المرضى. لكن أيضا هناك جمعيات أخرى تساعد كثير في دعم مسيرة المركز من خلال تثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، وفي جمعية في المنطقة الشرقية، وأيضا في الجامعات أيضا تقوم أيضا بهذا الدعم من خلال برامجها التوعوية للمجتمع ككل. طيب هل برأيك ثقافة التبرع بالأعضاء لسه ما هي مفهومة في مجتمعاتنا، ولا يعني في بعض الأشخاص اللي الآن ما زالوا يعرضوا هذا الموضوع، حتى أحيانا بعض رجال الدين بيكونوا معارضين للتبرع بالأعضاء مع أنه عمل نبيل وإنساني، فهل تعتقد أنه الثقافة هذه بدأ الناس يفهموا فيها أكثر، يوعوا لأهميتها، ولا لسه في تقصير في هذا الجانب؟ الحقيقة في تقصير شديد جدا. ما زال المجتمع ككل يحتاج لتوعية، وحتى ليس فقط الفئة العامة من المجتمع، ولكن أيضا الأطباء يحتاجون إلى تثقيف أهمية التبرع بالأعضاء وأهمية نقل الأعضاء، لأنه هناك قصور من التعليم من أساسه. صحيح. ربما نحتاج أن نكون هذا رسالة موجهة من الصغر في المناهج، في المدارس، من المعلمين. صحيح صحيح.
طيب دكتور، كمان يهمنا انه قد ايش الناس، يعني حضرتك الان الكل بيسمعك، كيف ممكن يعرفوا الناس اهميه التبرع بالاعضاء تحديدا لما يكون في شخص متوفي دماغيا؟ كيف ممكن هذه الثقافه تنتشر بشكل اكبر؟ هو الحقيقه موضوع التبرع بحد ذاته عمل انساني نبيل، من يتدخل فيه فهو يقوم بمجهود خيري، لا يشعر بأهمية التبرع سوى الشخص المصاب أو ذويه، وبالتالي سيكون لديهم علم كامل بأهمية التبرع. الحمد لله في المملكة نحن وصلنا لمستوى جيد بالنسبة لزراعة الأعضاء، وصلنا نحن نوصل لحوالي 1000 عضو يزرع في العام الواحد، وهذا شيء إنجاز كبير جدا. نحن رابع دولة على مستوى العالم في الزرع من الأحياء، ورقم 42 على مستوى العالم من المتوفين دماغيا. نحتاج إلى تدخل الإعلام ورجال الدين من أجل إرسال رسالتهم إلى المجتمع ككل بأهمية هذا التبرع ووجوبية التبرع عند وجود حالة وفاة دماغية لإنقاذ أناس مشرفون على الموت. الحالة الواحدة ممكن أن تنقذ 7 إلى 8 مرضى محتاجين إلى زرع عضو من المتوفي. نعم، هل بتراعوا في الشخص اللي ممكن يتبرع بالأعضاء مثلا العمر، لأنه أعضاء الجسم على ما قرأت أنه هي تختلف يعني عملها من شخص لآخر، بالذات لما يكون في فرق كبير بين العمر في العمر عفوا بين الشخصين اللي تنتقل لهم الأعضاء؟ هو صحيح، هو يفضل أن يكون الأعضاء ماتش، تكون متقاربة، لكن هذا لا يمنع أن ينتقل عضو من إنسان صغير إلى إنسان كبير وبالعكس للضرورة. ولكن المتوفين دماغيين أيضا يجب أن يكونوا أعضاءهم مناسبة للزرع، لا يكون فيه التهابات، لا يكون فيه أمراض مزمنة، أن يكون أيضا القلب بحالة جيدة أو الرئتين بحالة جيدة أو الكبد بحالة جيدة، لأن لتنقل عضو يجب أن يكون هذا العضو أيضا جيد للعمل في المستقبل. طيب دكتور فيصل، في كثير من الحالات في السعودية بتتوفى بسبب الحوادث المرورية، الله يعافي الجميع، وبنسب كبيرة. ما تعتقد أنه الأطباء الإعلام مقصر في ناحية أنه يكون في تواصل بين هؤلاء الأشخاص، يعني أهل المتوفي دماغيا سواء عن طريق حادث أو أي أمر آخر، لأنه ممكن يتبرع بأعضاء، وفي أشخاص لو يعني الواحد تكلم معهم أو الطبيب تكلم معهم ممكن يقبلوا بهذا الموضوع، بس التواصل أحيانا ما بيكون كافي؟ هو صحيح، نحن نحتاج لمدربين، لمنسقين مدربين يستطيعوا أن يتكلمون مع الأهل ويقنعوا الأهل بأهمية هذا التبرع على أسس علمية، وأن يكون لديهم خبرة في هذا المجال، خبرة نفسية، خبرة كيفية في كيفية التعامل مع الحدث، التعامل مع الأهل، لتقبل الأهل هذه الصدمة لوفاة أحد أقاربهم، وأيضا لإعطائهم جرعة من القوة لتحمل أنهم أيضا سيتبرعون كعمل خيري. نحن لدينا في جميع مستشفيات المملكة في تبليغ عن الحالات، في لدينا مراسلين، في موجودين في كل مستشفيات المملكة، لدينا منسقين في المناطق، ولكن ما زلنا نحتاج إلى مجهود أكبر من داخل العنايات المركزة وأيضا من الأشخاص العاملين في المركز السعودي. نحتاج عمل جبار حقيقة لإنقاذ المرضى المحتاجين والذين سيزدادون مع الوقت، وليس أنهم سيتوقفون، لأنه العمر الافتراضي للإنسان السعودي في ازدياد، وبالتالي الحاجة إلى نقل أعضاء ستكون مستمرة في ازدياد مستقبلا. طيب دكتور فيصل، برأيك هل المستشفيات اللي الأقسام اللي هي بتحاول تعرف بهذه الحوادث والأشخاص اللي بيتوفوا دماغيا هي موجودة في كل أنحاء المملكة ولا في بعض المناطق في المملكة وتحتاج توسع أكثر؟ المتوفين دماغيا متواجدين في كل العنايات المركزة في أي مكان في المملكة أو خارج المملكة. نسبة المتوفين دماغيا من الأموات داخل العناية المركزة حوالي 12 إلى 14%. نسبة المتوفين دماغيا من الوفيات الكلية في أي مستشفى بتكون في نسبة 1 إلى 2%، وبالتالي موجودين في كل مكان، لكن يجب أن يكون هناك الطبيب الذي يفهم كيف يشخص هذه الحالة. نحن نقوم بمراقبة هذا بمراقبة دقيقة حتى لا يكون هناك أي خطأ، نقوم أيضا بمراقبة ما تم
للمتوفي من خدمة طبية كاملة حتى لا يكون هناك خطأ. نتأكد من هذه الأشياء قبل الإعلان بأن هناك أن هذا متوفي دماغيا. شكرا لك دكتور فيصل بن عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء. فعلا الله يعطيكم العافية على هذا العمل، وأنا أعتقد أنه كل شخص من مكانه عليه مسؤولية، الإعلاميين عليه مسؤولية من منبر الإعلام بالتوعية بهذا الموضوع، رجال الدين، الأطباء، كل شخص عليه مسؤولية حتى نساعد في التوعية أكثر بالتبرع بالأعضاء وأهمية التبرع بالأعضاء، لأنها يعني بأمر الله تحيي أرواح أو بتنقذ عوائل وأسر. يعني مشاهدينا سيدتي مستمر والعديد من الفقرات، لكن بعد هذا الفاصل القصير فضلا لا أمرا، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل أسئلة ضرورية تخشى الأمهات الإجابة عليها، لماذا تخاف السيدات منها؟